قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وجهت تدريبات لحزب الله اللبناني في الأيام الماضية بطرق لم يكن يتصورها. وأكد نتنياهو تصميم إسرائيل على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقهم الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء العدوان على غزة قبل نحو عام. وأضاف نتنياهو في بيان أنه على حزب الله أن يكون قد فهم الرسالة بعد هذه الضربات، مشددا على أن تل أبيب لن تتساهل مع الهجمات عليها.